تفاعل الوابلي مع قضايا مجتمعه الفكرية والاجتماعية، وصاغ كثيرا من مواقف بلاده السياسية في إنتاجه الصحفي والدرامي. جسد هذا التوجه حرص الراحل على المشاركة في توجيه الرأي العام والتصدي للحملات المسيئة لبلاده. كانت كثير من أعمال الوابلي ترمز إلى قيم العدالة والمواطنة والإصلاح. واجه الراحل انتقادات بسبب رؤيته للمستقبل وانتقاده لكثير من السلبيات. أبو جهاد الوابلي الله يرحمه كان جريء جدا في الكتابة، وبسبب جراءته كان ينقد حتى من المقربين، كان ينقد بأنه هو كان حاد، وأقصد بالحدة بأنه ما كان يعني في قضايا الحق والباطل زي ما يقولوا ما يفكر يكتب. فقصص كثيرة في الحقيقة في كتاباته في مقالاته حصل فيها نقد من مقربين. أعطيك مثال، مثلا هو مثلا معروف بأنه من القصيم، هو صحيح ساكن في الرياض، معروف أنه من القصيم ومن بريدة مثلا. صارت مرة من المرات في مباريات كرة قدم اللي هي ما بين نادي النجمة من عنيزة ونادي القارة كرة يد، الفريق حق النجم القصيم هذا كان فايز إلى آخر الثواني 20 ثانية الظاهر جاب التعادل الفريق اللي هو من القارة هذا الأحساء. فحصل العراق في بعض المباراة وهتافات طائفية من الفريق اللي هو من فريق النجم القصيم وكذا، ويعني صارت مأساة في الأحداث دامية ونشرت في الصحف في ذاك الوقت. هذا في القصيم عنيزة. في الجهة الأخرى كذلك صارت بعدها الظاهر ما بين نادي الرائد والخليج من المنطقة الشرقية كذلك نفس الشيء، بس هذاك أخف من ذيك، صارت فيها هتافات وكذا. هذول الحدثين طبعا أبو جهاد يعني سمع عنهم، أنا كنت معاه ذكر ذيك الأيام وأعطيته بعض التفاصيل فيها اللي خلينا نقول تفاصيل مأساوية. على طول هو ما تردد، بأسرع من زي ما يقول من البرق كتب مقال ينقد فيه أهله وجماعته في القصيم هناك وعن الأعمال هذه والهتافات الطائفية، وأنها يعني تعارض حقوق الإنسان، تعارض الإنسان الطبيعي، تعارض حرية المواطن في البلد، تعارض ما تعارض، يعني تكلم نقد وسمى المقال اتذكر الطائفية والأخلاق الرياضية، مكتوب المقال هذا موجود وشرح بإسهاب، مع علما بأنه الإنسان الطبيعي عادة وحتى أبو جهاد يضع اعتبارات معينة، يقول يعني ما يدخل نفسه دائما، يعني خلينا نقول هو لما ينتقد جماعته يعرف أنه بعد ما يكتب يدق، خلينا نفترض أنه دق عليه شخص من نادي الرائد أو من هذا اللي هم قريبين منه هناك يعرفونه طبعا معروف، ليش يعني زي ما تقول كأنك قاعد تشهر فينا، فهمت علي كيف، وتبين أنه هو أبدا ما يهمه ولا. وهذه هي الميزة في أبو جهاد، هذه كانت الميزة اللي هي غير طبيعية، تعتبر شيء خرافي. وجاب حتى يعني في مقاله أتذكر الجانب الأخلاقي، جاب هو لما كان في أمريكا في 94 حضر مباراة كأس العالم ما بين السعودية وهولندا، هو يقول هو طبعا ما له في الكرة الله يرحمه أبو جهاد يعني، بس يقول راح حضر ذيك الأيام لأنه كان موجود وبحكم أن المنتخب السعودي مع المنتخب الهولندي. يقول هو داخل الملعب أتذكر، حتى حكى لي إياها وكتبها في المقالات، يقول داخل اثنين يسألوني يقولون المباراة بين من ومن، يعني اللي داخلين الملعب ذولي ما يدرون المباراة بين من ومن. فاستغرب هو يعني سلامات انتوا جايبكم يعني، قالوا فقال لهم انه المنتخب السعودي، قال اه. يقول جلسنا نتفرج في المباراة وكان المنتخب السعودي يلعب بطريقة رائعة وجميلة والجمهور يشجع المنتخب السعودي، الجمهور الأمريكي شجع المنتخب السعودي، فاستغرب هو قال والله يعني هذا الشيء اللي يثلج الصدر. جاب الهدف المنتخب الهولندي على المنتخب السعودي، شاف نفس الجمهور ذلك هو شيء فرحان، صار كله فرحان مع المنتخب الهولندي، قال هالشيء وش هالفريق هذا اللي مره شجع ده مره شجع ده. فيقول هو اتذكر الله يرحمه يقول لي هنا انا عرفت انه القضيه الاخلاق، ليش يقولون خلي عندك اخلاق رياضيه، انه الرياضه هي هكذا، فاللي يلعب الافضل الناس تشجعه، واللي يلعب الاحسن الناس تصفق له، واللي ما يلعب الاحسن الناس تقول له هارد لك وإن شاء الله القادم أفضل. فشوف حتى على مستوى الرياضة اللي هو ماله فيها، ولكن هو عنده القيم والمبادئ الأساسية في كيف يتعايش وكيف يتعامل مع الرياضة. فهنا جاء وكتب في المقالات، وعنده مقالات كثيرة أخرى جريئة ينتقد فيها أقرب الناس إليه وما يفكر في أحد أبدا. ولذلك كان هو الله يرحمه يعني خلينا نقول الناس تسميه موس حاد، يعني خلينا نقول بمجرد أن يعلم معلومة أو يعلم عن اضطهاد في مكان معين في جهة معينة حتى لو جهة رسمية ما يتردد أن يكتب فيها،